السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه في ميك، ده فيه شوية أدوات خاصة بالفيديو وشوية أدوات خاصة بالصور. عجبتني الأدوات ديت، إن أنت بتديله أي فيديو يكون قديم أو يكون شكله مش حلو أو جودة قليلة، وهو يحسنه لك بالشكل دوت. تدوس هنا وترفع أي فيديو، تبدأ إن أنت تستنى ثواني يبدأ يعالج لك الفيديو. ممكن مثلا تكون الجودة بتاعته قليلة ويحسنها لك. ده الفيديو الاصلي وده الفيديو اللي تم تحسينه، هتلاقي فيه لمعان كده وفيه جودة للصورة. في ادوات تانية ايه تاني؟ في ممكن يحذف لك الخلفية من الفيديو او بحيث ان انت تحط خلفية تانية، في ان يحذف لك الووتر مارك، في الصور بقى ان هو ممكن يحسن لك الصورة، يحذف لك الخلفية، يعمل لك اوت بينتنج، يعني الصورة تكون صغيرة هو يستنتج لك لو انت غيرت عدسة ايه اللي مفروض حوالين الصورة ديت، برضو احذف لك الوتر مارك من الصورة. التكست فيه AI رايتر وفي ادفايزر فور ماركتينج، بس لسه كومنج لسه مجوش. تمام، وتقدر تسطب او تقدر تسطب على الموبايل او من الاب لو انت شغال على الايفون. دي التولز، اتمنى ان شاء الله يعجبكم، تقدر ان انت تجربه من غير فلوس خالص. اهوت ده بيحذف لك الباك جراوند، تقدر تحط خلفيه تانية سواء في فيديو او صور، يزود لك كواليتي، ممكن تخليه برضو على الموبايل.